أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في فقرتنا الأخيرة من العربية الليلة لهذا المساء. هي كما درجت العادة هذه الفترة فقرة الانتخابات الرئاسية الأمريكية. نتابع في بدايتها هذا التقرير عن حرب الكمامات التي استعرت بين ترامب وبايدن. معنا من باريس زياد ماجد، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية في باريس، ومن الرياض الأكاديمي والكاتب السياسي الدكتور أحمد الفراج. دكتور أحمد أهلا بك، ودكتور زياد أهلا بك كذلك. أبدأ معك دكتور أحمد، لماذا لا يرتدي الرئيس ترامب الكمامة؟ لم نشاهده ولا مرة، يعني حتى من ضمن فريقه كان هناك ناس أصيبت، وكان يعني مع الفريق في المؤتمر الصحفي الناس يعني مقتربة من بعضها. لماذا لم نشاهد ترامب أبدا يرتدي الكمامة بينما بايدن ظهر بها؟ مسيك بالخير وأمسي بالخير ضيفك الكريم باريس ومشاهدي العربية الكرام. الرئيس ترامب لا زال يرفض حتى الآن أن يلبس الكمامة. هذا الوباء يعني وباء كورونا وجائحة كورونا، لا شك أن كلا الطرفين ترامب وإدارته الجمهوريون والديمقراطيون يسيسون أو يستغلون هذه الجائحة لأسباب سياسية، وإن كان إحقاق الحق يقتضي أن أقول إن من بدأ التسييس هم الديمقراطيون. أنا في تقديري أن الرئيس ترامب يرفض لبس الكمامة. طيب ما وجه التسييس عندما لا يرتدي ترامب الكمامة؟ هو قبل أمس بالتحديد قال في المؤتمر الصحفي لصحفي يرتدي الكمامة إنني لا أفهم ماذا تقول، ثم قال ترامب عبارة، قال أنت الآن politically correct، يعني أنت الآن تسير كما يريد سياسيا صحيح، يعني العمل السياسي الصحيح. فترامب مقتنع أن هناك حرب ضده فيما يتعلق بتسييس هذا الفيروس، وبالتالي هو يريد وهذا طبعا جزء من هجومه على المرشح الديمقراطي المحتمل جوزيف بايدن عندما ارتدى الكمامة. فترامب يريد كأنه يريد أن يقول للشعب الأمريكي إن هناك تسييس، إن هناك من يخيفكم من هذا الفيروس، والأمر كله يتمحور حول عودة الحياة الطبيعية وفتح الاقتصاد. ترامب باختصار شديد لعبته هي الاقتصاد، ويرى بأن مهمته هو أن يزيل الخوف من قلوب الأمريكيين. جميل. وبالتالي لا يبدو لهم وكأنه خائف من مرض ما. ممتاز. فكرة أتابعها إلى ضيفي، مع ضيفي من باريس. أستاذ زياد، أليس فعلا يعني لو ارتدى رئيس ترامب الكمامة كان سيرسل برسالة خوف للأمريكيين تخيفهم أكثر من كورونا؟ وفي شق آخر، يعني لماذا رغم ذلك ظهر المرشح الديمقراطي منافس ترامب في هذه الانتخابات الرئاسية مرتديا الكمامة؟ يعني أعتقد أن هناك ثلاثة أبعاد ترتبط بهذه القصة. البعد الأول أشار إليه ضيفك الكريم حين تحدث عن الاقتصاد، فترامب كان منذ البداية يتحدث عن أهمية الاقتصاد، وبالتالي يريد أن يظهر أن لا شيء تغير في الحياة العادية، والدعوة إلى إنهاء الحجر والعودة إلى مزاونة الأنشطة جميعها. نعم. تتطلب أيضا أن يكون من غير قناع ومن غير كمامة لكي تبدو الأمور طبيعية، هذا من جهة. من جهة ثانية هناك الصورة
وهي لعبة مرتبطة بالعلاقة بالرأي العام. جو بايدن يريد أن يظهر كأنه مواطن مثل الآخرين، يخشى على صحته، ويعتبر أن الموضوع الصحي هو موضوع لا يقل أهمية عن الموضوع الاقتصادي. وهناك ثالثا البعد الأخير مرتبط بشخصية ترامب، شخصية غير علمية، يعني يكفي أنه رئيس أكبر دولة ويتناول أدوية من دون وصف طبيب، كما قال هو شخصيا حين تحدث عن الكلوروكين. نفس الأمر حين دعا أو تساءل عن أسباب عدم تناول بعض المعقمات المنزلية التي يمكن تقتل الفيروس. وفوق ذلك هو يناقض باستمرار في المؤتمرات الصحفية آراء العلماء والأطباء من حوله، لأنه يعني لا يخفي بل يكابر أحيانا بجهله العلمي، بما يصيب بعض المخيلة الشعبية الأمريكية التي يتعامل معها والتي تشكل قسما من ناخبيه، لا سيما أولئك الشديدي أستاذ ماجد، يعني التعويل بعض المسائل الدينية. أستاذ أحمد الفراج، يعني هنا ما يقوله الأستاذ ماجد الحقيقة صحيح، يعني أنا هنا أستعير ما يقال باللهجة العامية السعودية أنه ترامب في كذا مرة جاب العيد، يعني فيما يتعلق باستخدام المطهرات، والآن عندما قال أنه يأخذ عقار الهيدروكسي كلوروكوين، الآن منظمة الصحة العالمية تقول أنه ممكن أن يقتل يعني هذا العقار. ألا يعني شخصية ترامب يريد أن يقول، وهو قالها زمان، أنه علينا أن نتعامل مع كورونا كأنه إنفلونزا، هل هذه هي الرسالة التي تضمن الشعبية لترامب باختصار لو سمحت؟ طبعا أنا كنت أقول ومنذ فوز ترامب بالرئاسة منذ سنوات، وقلتها لك أخي صهيب في كثير من اللقاءات، يعني ومن قال يوما أن ترامب سياسي تقليدي؟ ترامب سياسي غير تقليدي، لم يتسنى بأي منصب فيما مضى، وبالتالي فهو يتصرف على سجيته كرجل أعمال. وكما ذكرت يعني في عبارة إنه جاب العيد، يعني في أشياء كثيرة، مثلا أنا في مقالي الذي كتبته هذا اليوم انتقدت الحقيقة، انتقدت انتقاد ترامب لجوزيف بايدن، على الرغم من أنني أصف بايدن بالكسيح، لأن هناك الكثير من الأشياء التي من الممكن أن ينتقدها ترامب في المرشح الديمقراطي بايدن، لكن تنتقده لأنه لبس كمامة، خصوصا وإن أن الأطباء، الفريق الطبي المحيط بالرئيس ترامب هم الذين أوصوا بلبس الكمامة. فأحيانا الرئيس ترامب، وهذه سببها الرئيس، أنه شخصية عنيدة ولا يستمع لمستشاريه، فيأتي بمثل هذه التصريحات التي ترتد عليه. نعم، سنتابع إذن جانبا آخر من هذا الملف، من هذا السباق الرئاسي الأمريكي، حيث هدد الرئيس الأمريكي مشاهدينا رئيس دونالد ترامب بتنظيم أو إغلاق وسائل التواصل الاجتماعي بعد يوم واحد من دعوة تويتر إلى التحقق مما أسماه ادعاءات الرئيس. ترامب حذر من التحيز السياسي من قبل هذه المنصات التكنولوجية، قائلا إن الجمهوريين يشعرون بأن منصات التواصل الاجتماعي تسكت الأصوات المحافظة كليا، وأشار إلى أنه سيقوم بتقنينها بشكل قوي أو حتى بإغلاقها. دكتور أحمد الفراج، أعود إليك في هذه النقطة، يعني هل الآن هذه الحرب بين تويتر، هل يعني فعلا هناك أزمة بين ترامب وتويتر، لأنه كانت العلاقة بينهما بشكل يعني مميز خلال الفترة الماضية؟ صحيح، يجب أن نقول بداية إنه وسائل التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك كل وسائل التواصل الاجتماعي تجنح إلى اليسار، وبالتالي فإنها أيديولوجيا ضد ترامب، لكن هذا لا يعني أن ترامب ارتكب الكثير من الأخطاء. هي القصة وما فيها أن الرئيس ترامب تحدث عن التصويت من خلال صناديق الاقتراع، وقال إنه سيحصل تزوير من جراء ذلك. تويتر أيضا الحقيقة هو اتهم المذيع الشهير في قناة MSNBC جو سكاربرو، وقال يعني اتهمه بطريقة غير مباشرة بتغريدات على تويتر أنه تسبب بمقتل مساعدة له، وهذه الحقيقة ثارت جدلا واسعا. فتويتر رأى أنه يتوجب عليه، لن يحذف تغريدات الرئيس ترامب،
ولن يعمل له سسبنشن يعني إيقاف للحساب، ولكنه سيشير في تغريدات ترامب إلى أن ما قاله الرئيس ترامب يعني يجب أن يتم التأكد منه قبل تصديقه. هذه سابقة أن تحدث لسياسي، ولكن إن سمحت لي يا أخ صهيب، الديمقراطيون حتى يعني ترامب مهما كانت أخطاؤه، الديمقراطيون يرغبون في تحجيم مراكز القوة لدى ترامب. أولها هي أنهم يريدون أن يستمر الإغلاق وغلق الاقتصاد، لأن ترامب لديه مقدرة هائلة على الحشد وعلى مخاطبة الحشود بعكس بايدن، فهم يريدون أن يتسبب فيروس كورونا بذلك. وأيضا الآن يريدون أن يستغلوا تويتر لأنه أحد أهم مراكز قوة الرئيس ترامب. وأنا من وجهة نظري أنه لا يتوجب على الرئيس ترامب أن يدخل في صراع مع تويتر، لأنه قد يخسر الصراع في نهاية المطاف وإن كان لديه الكثير من السلطة. تويتر يظل منصة حريات ويمكن من خلالها أن يقول ما يشاء إلا إذا قرر يعني تقييده. لكن أستاذ زياد ماجد، نقطة هامة أشار إليها الدكتور أحمد الفراج، هل تعتقد أن وسائل التواصل الاجتماعي يسارية أو ديمقراطية الهوى؟ يعني يسارية لا أعتقد ذلك. نتحدث عن الولايات المتحدة ونتحدث عن أكبر تجمعات رأسمالية تولد هكذا وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها في السياق الأمريكي ليبرالية كما يسميها الأمريكيون، أي أنها أقرب إلى الديمقراطيين بسبب الحريات المتاحة فيها وبسبب الثقافة غير المحافظة التي يمكن بثها عبرها. إنما مشكلة ترامب ليست فقط مع وسائل التواصل الاجتماعي اليوم، هو منذ بداية ولايته يهاجم معظم وسائل الإعلام ويتهمها بأنها يسارية، يهاجم معظم المختلفين معه ويضيق ذرعا بالحريات وبحرية التعبير وبالديمقراطية. ولولا وجود دستور في الولايات المتحدة ومؤسسات ديمقراطية عريقة، رغم وجود لوبيات طبعا وكتل ضغط تخفف من مشروعية العمل الديمقراطي، لكان ترامب أقرب إلى حكام دول لا حريات فيها ولا ديمقراطية، وهو فعلا قادم من عالم أعمال وثقافته السياسية معدومة، ويبدو ذلك من خلال مخاطبته ومن خلال كم الأخطاء في المعلومات التي يبثها عبر تغريداته، والتي لحسن الحظ الآن يمكن لتويتر أن يلفت النظر إلى خطورة ما يمكن أن يقول. ولكن أستاذ ماجد بالمقابل، أستاذ ماجد عذرا على المقاطعة، تويتر تويتر يعني هناك من يرجع فضل بقائه وازدهاره أكثر مع وصول الرئيس ترامب إلى السلطة، لأنه روج له كثيرا، لأنه صار يقول أنه الإعلام التقليدي فيك نيوز، أخبار غير حقيقية، واستخدم تويتر للتعبير مباشرة عن آرائه. ألا ترى أنه هنا تويتر يخسر كثيرا عندما يقيد حركة ترامب؟ طبعا لا شك أن تويتر يعني مع دونالد ترامب أصبح له بعد سياسي مهم، إذ أن معظم وكالات الأنباء ومعظم المسؤولين في هذا العالم يستيقظون ليقرأوا ماذا كتب دونالد ترامب على تويتر. أحياناً تكون تغريداته مرتبطة بسياق سياسي واضح، وأحياناً تكون تعبير عن مزاج أو عن غضب أو عن يعني أقاويل لا تليق بأي مسؤول في أي دولة في العالم، فكيف بأكبر دولة أن يقولها. حكماً تويتر لا يريد إغلاق حساب ترامب ولا يستطيع ذلك من دون مساوغات قانونية أصلاً، وحكماً ترامب يحتاج إلى تويتر ليستمر في هذه المخاطبة. طيب. إنما هناك تفكير ببعض القواعد ربما تكون له خلفيات سياسية. وهناك ماجد اسمح لي فقط أفتح لك قوس دور الضحية يحب أن يلعبها في مواجهة الإعلام والأراء المختلفة. يسأل سائل أستاذ ماجد أنه ليس ترامب وحده من يعطي ربما آراء خاطئة أو معلومات خاطئة، يعني تويتر يعني أي أحد يقول ما يشاء، يعني شمعنا يعني الرئيس ترامب؟ يعني طبعا ليس أي أحد مثل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لجهة أهمية ما يقول وما يغرد، خاصة أن لديه ملايين المتابعين وهو صانع سياسات في أكبر دولة في العالم، لذلك التدقيق فيما يقول
والتدقيق فيما يمكن أن ينقل عنه أهم بكثير من التدقيق فيما يقوله مواطن عادي أو سياسي يعني أقل أهمية بالمعنى التأثير من دونالد ترامب. هل هذا ينفي أن يكون هناك بعد سياسي للموضوع؟ ليس بالضرورة، يمكن أن يكون هناك بعد سياسي، إنما التدقيق تغريدات غير مسؤولة لشخص هو في أبرز موقع مسؤولية في العالم، أعتقد أنه ضروري جدا. نعم دكتور أحمد الفراج، لا أعلم إذا كان لديك تعليق على موضوع تويتر، ولكن أنا أريد أن أسألك على موضوع مهم جدا، مسألة العنصرية التي تتصاعد خاصة مع الفيديو في مينيابوليس ووفاة الشخص من أصل أفريقي هناك على يد الشرطة مرة أخرى. إلى أي حد هذا يخدم أو يعني يضر بترامب؟ أولا بس أعود على نقطة يعني تحدث عنها الأخ زياد وتحدثت عنها، أنه أنا أقول دائما أنه الحقيقة الرئيس ترامب في شخصيته يميل ويجنح ويتمنى أن يكون دكتاتور، هكذا أشعر أحيانا، هو يعشق هذه الشخصية إعطاء الأوامر والهجوم على الجميع والتنمر على الجميع، ولكن هو لا يفعل ذلك ربما عن جهل ولكن كاستراتيجية، لأن هذه تجذب اليمين المحافظ في أمريكا. أنا الحقيقة شاهدت هذا الفيديو في مينيسوتا، مؤلم جدا جدا وللغاية، والحقيقة لم أستطع إكماله لأنها جريمة قتل الحقيقة مكتملة الأركان. ولما عندما نأخذ هذه الحادثة في سياقها مع حوادث أخرى قبلها في نيويورك وفي مناطق أخرى، هناك لا شك ازدياد لوتيرة العنصرية خصوصا من قبل الشرطة ضد السود، وأما هل سيؤثر هذا ويكون ضد ترامب، لا أخفيك أنه يوجد حراك، يعني يوجد حراك عنصري لا يمكن تجاهله لدى شرائح واسعة من جمهور ترامب. هل ستؤثر هذه عليه؟ لا أعتقد، لأنه من هو ضد هذا الفيديو لن يصوت لترامب، ومن هو على الحياد أو يؤيد ما حدث في هذا الفيديو سيصوت للرئيس ترامب. لكن ما يجري في أمريكا الحقيقة مؤشر خطير جدا، كلنا نشاهد الآن هذا الفيديو، الرجل يصرخ ويقول أنني لا أستطيع التنفس، وسبق ذلك حوادث في ولاية مينيسوتا وفي نيويورك وغيرها. هذه العنصرية لم تبدأ للأمانة وللتاريخ، هي بدأت منذ أن فاز باراك أوباما بالرئاسة، عندما شعر بعض شرائح كثيرة من السود أن بلدهم، أن أمريكا أفلتت منهم، فبدأت العمليات العنصرية تتوسع، ثم عندما جاء ترامب ازدادت وتيرتها. وأعيد وأكرر أن ما شاهدناه في مينيسوتا مؤلم جداً، ويفترض أن يكون هناك موقف قوي وجاد جدا من الرئيس ترامب، وإن كنت لا أظن أنه سيتدخل في هذا الموضوع في هذه الظروف. أستاذ زياد ماجد، في دقيقة، جو بايدن أو الديمقراطيين يعني يحاول أن يصور نفسه إلا أنه ناخبيه إذا كنت أسود أو من أصل إفريقي في أمريكا فأنت ستصوت لجو بايدن، إلى أي حد هذا صحيح اليوم خاصة مع هذا الفيديو؟ يعني جو بايدن يسعى إلى تعبئة الناخبين والناخبات السود، خاصة أن مشاركتهم في دعم كلينتون لم تكن على المستوى المرتفع الذي شهدته الولايات المتحدة حين شاركوا لانتخاب باراك أوباما، فهو بالتالي يعول على مشاركة واسعة من قبلهم تكون في بعض المناطق وفي بعض الولايات حاسمة لصالحه في أكثر من يعني دائرة أو ولاية خسرت فيها كلينتون بسبب التعبئة المحدودة لهؤلاء الناخبين، ولو كان أكثرهم صوت لها، لكن بايدن يريد أن يرتفع مستوى التصويت ومستوى المشاركة إلى ما كان يشبه التصويت لباراك أوباما. وطبعا العنصرية المقيتة لدى قطاع من البيض في الشرطة وفي الإدارة الأمريكية اليوم، وليس فقط في الشرطة، تجد لها أصداء في تصريحات لمحيطين بترامب ولعدد من الذين قادوا حملاته الانتخابية. شكرا جزيلا لك. زياد ماجد، للأسف انتهى وقتنا، اعذرني. أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية في باريس، ومن الرياض الكاتب والأكاديمي الدكتور أحمد الفراج. مشاهدينا شكرا لكم أنتم على كرم